مريم، بابا الفنان الكبير محمود الجندي كان بيشجعك على التمثيل ولا كان معترض؟ لا، هو كان اكتر واحد بيشجعني قبل اي حد، قبل ما انا نفسي اصلا اقرر اعمل كده. يعني انا كنت مش عارفه ليه، بس كنت بعند كتير قوي، قعدت اعند كتير قوي انه لا مش هعمل كده. بس هو كان عارف متاكد انه هتلفي كمية في الاخر، وانا عارف ان انت بتحبيه. فلا بالعكس، هو كان اكتر واحد بيشجعني. اكتر حاجه بتعجبك في طريقه تمثيله ايه؟ ان هو اي حاجة يعملها تصدقها، وان هو صادق جدا في اي حاجة يعملها. يعني مش عارف، كان طبيعي جدا كده، ويخش القلب كده على طول. يعني ايه الاعمال اللي دايما تحبي تتفرجي ليها على بابا؟ هو انا بحب كل حاجة، بس في حاجتين هم انا مش عارفة ليه، هم ممكن مش يعني مش اكبر اعماله، بس هم اكتر حاجتين انا مرتبطة بيهم. معرفش ليه. ايه؟ علشان خاطر عيونك. أيوة. وكوكي كاك. وكوكي كاك كنت بحبها قوي من انا صغيره، كنت بقعد اجري عشان اول ما فيديو ينزل، كان لسه في شرايط الفيديو ساعتها، كنت بقعد اجري عشان اول ما واحده جديده تنزل اشوفها على طول. فدي اكتر حاجتين انا بحبهم. وانا اتشرفت ان اخر حوار برضو ليك معايا في احد من الناس. الحقيقه دي حاجه تفرحني. كان استاذ عظيم، فنان كبير.